السؤال بعده: من الدائرة الموضحة بالشكل تكون القوة الدفع الكهربية الفي باتري 1 بكام والفي باتري 2 بكام، ومقدار فرق الجهد بين النقطتين بي وإي بيساوي إيه؟ لمحت على الدايرة طيارين، فلازم أروح أجيب الطيار التالت. تعالى عند العقدة دي ونشوف مين الطيار اللي داخل. الطيار اللي داخل أي 2، ومين كمان؟ وكمان أي 1، واللي خارج منها هو أي 3. طب تعالى نعوض، اي 2 مش عارفينها، واي 1 بواحد واربعة من عشرة، واي 3 بتمانية من عشرة. يبقى اي 2 هتساوي تمانية من عشرة، سيبها في حالها، ودي الواحد واربعة من عشرة فهتبقى بإشارة مخالفة، هيطلع اي 2 غريبة سالب 6 من 10 امبير. هكتب كده وسالب 6 من 10 امبير، ولما اجي اعوض هعوض بالسالب وخلاص. طيب، ولا هعكس اتجاهات ولا اي حاجة. طيب ماشي، ده معناه ان التيار ده خارج، بس انا مش هغيره على الرسم وهمشي معاه، بس هعوض عن قيمته بالسالب. عشان اجيب في باتري واحد هروح اعمل على البطارية دي سهم السالب الموجب، ونمشي في الاطار ده ونسميه مسار واحد. هنقول يساوي المستطيل ده فيه كم بطارية؟ هي واحدة واتجاهها معانا في باتري واحد. طب السلكية دي تحسب من العقدة لعقدة، انت عندك العقدة دي ودي كمان عقدة، دي كده سلك على بعضه، في مقاومات، في مقاومتين، فين دول؟ الأربعة والواحد، يبقى هنجمعهم مع بعض، المقاومة الداخلية هتجمع مع المقاومة اللي على السلك اللي فيه البطارية، يبقى 4 و1 5، ماشي فيهم 1 و4 من 10، واتجاه التيار معانا، يبقى احنا هنقول عندك هنا 5 في 1 و4 من 10 بالموجب، والسلكية دي فيها مقاومة 10، ماشي فيها تيار بتمانية من عشرة، واتجاهه معانا يبقى موجب 10 في 8 من 10، هيطلع في باتري واحد دي كده 7 ودي 8 ب 15 فولت، هيطلع 15 فولت. في باتري واحد 15، يبقى الإجابة هتكون ج. طب عايزين في باتري 2، هنروح للمسار الثاني، سهم على البطارية من السالب الموجب ونمشي في الإطار ده، ولنفترض مع البطارية هنسميه 2 بقى، هنقول يساوي البطاريات، هي البطارية دي واتجاهها معانا فتبقى في باتري 2. السلكية دي تحسب من العقدة للعقدة، فيها مقاومات، فيها مقاومتين، المقاومة الداخلية 1 والمقاومة دي اللي جنبها 4، يبقوا كام؟ 5 4 1 5، ماشي فيهم تيار واتجاهه معانا يبقى موجب 5، بس التيار اللي انا بقول عليه موجب هعوض عنه بالقيمة اللي قدامي مني، يعني هقول سالب 6 من 10. طيب ما لو كان بقى اتجاهه مش معايا كنت عوضت عنه بسالب وكتبت القيمة سالب، وكان سالب في سالب وموجب، فاحنا كده ماشيين اهو برياضه عاديه. تمام، يبقى انا قلت 5 في التيار قيمته سالب 6 من 10. طيب تمام، والسلكيه دي فيها مقاومه 10، ماشي فيها تيار بقيمه 8 من 10، واتجاهه معانا يبقى موجب 8 من 10 في 10 ب 8. طب تمام، يبقى انت هنا هتقول لي الفي باتري 2 هتبقى دي سالب 3 وديا موجب 8، يبقى الناتج 5 فولت، فاختار ألف. طب مقدار فرق الجهد بين النقطتين بي وإي، هقول أي في آر، 8 من 10 في 10 ب 8 فولت، يعني الإجابة هتكون ده.